إذا النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل بعد قدوم الفيل بخمسين يوما، في يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. وقد ارتبطت أحداث مهمة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم، فإنه ولد يوم الاثنين، وجاءه الوحي في يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. من الشهر الأغر، يعني شهر ربيع الأول، هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر أيضا كذلك ارتبطت به أحداث مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ولد في شهر ربيع الأول، وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول، وتوفي في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل اليوم الثاني من الشهر، وذكر في الأصل الثالث، ولكن القول به بعيد. وقيل في الثاني عشر وهو المشهور، وقيل في الثامن. والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. ووافق ذلك شهر نيسان أبريل من السنة الميلادية، في يوم 20 أبريل من السنة الميلادية، هذا يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.